السلام عليكم جمهور جمال أنور الدين الحبيب داخل وخارج أرض الوطن. كنقول لكم وكنتمنوا لكم رمضان مبارك سعيد يدوز عليكم بالخير واليمن والبركات والأجر والثواب. حنا اليوم كنخرجوا عبر موقع جريدة، وقيل الجمهور ديالنا غادي يشوفنا لأول مرة معقولين وبعيد عن الفكاهة وروح الدعابة. حنا ما خرجنا هذه الخرجة هذه إلا وحتى طفح الكيل، يعني كيف ما كيقول المثل العربي وصل الصيل الزوبة. بزاف بزاف على هذا الإقصاء الممنهج والغير مفهوم في حق جمال نور الدين وواحد مجموعة ديال الفنانين اللي عطاو البصمة ديالهم في الميدان الفني. وهاد السياسة الانتقائية ديال القائمين على التلفزيون المغربي، بغينا نقول لكم راه التلفزة ماشي ديالكم، التلفزة ديال المشاهد المغربي. الشعب المغربي اللي عنده الحق يشوف جمال نور الدين كيف ما عنده جمال نور الدين الحق انه يطلع الجمهور ديالو ولي فان ديالو من خلال التلفزه المغربيه. اللي ما فهمناش من 2009 من الوصول ديال جمال نور الدين للنهائي ديال برنامج كوميديا شدوا البيبان ديالو وحرموا الجمهور من الاعمال ديالنا، وحنا كنتسالوا علاش، واش طنجه بعيده؟ وهذا هو المبرر اللي كانوا كيعطيوه بزاف ديال المسؤولين عن التلفزه المغربيه. لعبنا فلونفيرس، بروكسل، بلجيكا، فرانكفورت ودوزلدورف ألمانيا، برشلونة، مدريد، إسبانيا، أوتريخت وأمستردام، هولندا. هادو كتجيهم طنجة قريبة والقنوات ديالنا طنجة كتجيهم بعيدة. واش الناس ديال الشمال مقصيين أولا خصكم في المحور ديال كازا الرباط؟ قولوها لنا باش نعرفوا راسنا على من محسوبين. اليوم كنخرجوا أولا باش نجاوبوا الجمهور ديال جمال نور الدين اللي دائما دائما في أي لقاءات ديالنا معهم، سواء في مهرجانات أو سهرات عمومية أو في الشارع أو في لي كومونتير ديال المواقع التواصل الاجتماعي، إلا وكيتكرر نفس السؤال: فينكم؟ فين غبرتوا؟ وما بقيناش كنشوفوكم أصلا في التلفازة. اليوم كنجاوبوا هاد الناس وكنقولوا راه المشكل ماشي في جمال نور الدين، المشكل في القائمين على التلفزه المغربيه واللي كتخلصوها من جيوبكم. هما اللي يمكن يكون عندهم شي نظره اخرى او شوفه اخرى. كل مره كنقولوا سياتي الدور سياتي الدور، وكنا كننتظروا على ان ربما يكونوا الاعمال ديال جمال نور الدين ما كترقاش للمستوى المطلوب. لكن ملي كنشوفوا المستوى ديال الاعمال اللي كدوز، مع احترامنا لجميع الفنانين وكنقولوا لهم والله يجيب لهم التيسير، بزاف حشموا شويه واتقوا الله في الجمهور اللي يكونوا على يقين على انه ما راضيش على هذه السياسه اللي كتنجو في الانتقاء ديال الماده اللي كتقدموا له. حيت الجمهور ديالنا عايق وفايق وعارف الصغيره والكبيره، والا بقينا على هذا الحال غادي يقلبوا على التلفازات كاملين ديالنا، وديك الساعه خليكم تبيعوا فيها الصابون والمناضه والتعبئه والبارطمات. وفي الاخير كنقولوا للجمهور ديالنا الكريم، عيط التلفازه ولا ما عيطتش ماشي مقياس ديال الجوده. الحمد لله على نعمة اليوتيوب اللي ولات وجهة ديال كل واحد كيفتش وكيقلب على الحاجة اللي كتعجبه. والحمد لله الجمهور ديالنا كيعمل اليوتيوب وكيعمل واحد الحاجة واعرة هي سمارت تي في، وكيدوز اليوتيوب للتلفزيون وكيستمتع بالأعمال ديال جمال نور الدين. الحمد لله، وتبعوا جمال نور الدين إن شاء الله الجديد والقديم، وأي حاجة إن شاء الله ديال جمال نور الدين غتكون فلاشين أوفيسيال. تبعونا وتابوناو فلاشين ديال جمال نور الدين، واحد الجرس على تما تري 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 العامل ديال العريس. وهكذا غادي يكون اكبر رد على هاد الناس هادو، وكنقول لهم بركه بركه راكم عيقتوا. حش من قرضت الضمير تباع، قدو الهيف ديما يطمع يسرق ينهب ولا يخلع، يا ما يدلي ما بغى يشبع. نعامل عايشين